لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مرحبا بكم هنا في افتتاح مباريات الموسم بالنسبة للريدز ليفربول على أرضية ميدانه في الأنفيلد، الملعب الذي يتسع ل 54 ألف متفرج. كيتا الآن في محاولة في منطقة الجزاء، البصمة الأولى، اللمسة الأولى، وراعي الأولى دائما صلاح. صلاح يبدأ رحلة البحث عن اللقب ويفتح الآفاق للريدز ليفربول ولجماهير في كل العالم. ويبقى الآن فان دايك كأغلى لاعب في تاريخ ليفربول من صلاح، لكن لا زالت قائمة جيمس ميلنر يلعبها الجول في اللحظات الأخيرة. وكأن ساديو ماني يقول لصلاح لن تمشي لوحدك أبدا، سجلت. وها أنا يأتي الآن لوفرين مصابا مبتعدا، محاولة لمصلحة ليفربول وصلت بهدف، جول جول. مرة أخرى أليس ماراني يسجل، يضرب، يضع الكرة في المرمى. ساديو ماني، ليفربول ليس بحاجة إلى الدفاع في ظل وجود هذا الثلاثي في المقدمة، فيرمينيو البرازيلي إلى ميناء متسللا.